السلام عليكم الزلف اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله. كما راكم تشوفوا يعني حصريا بهلولي يوقع رسميا ويصبح ثاني المستقدمين في شبيبه القبائل لهذا الميركاتو الشتوي. الشبيبه تصرف النظر عن جلب حارس مرمى، لماذا؟ لا ندري ما الذي يصرف النظر عن جلب حارس مرمى لشبيبه القبائل. عندنا وتارا ينهي السيسبانس يعني ويلتحق بالتربص في تركيا، لمين وتارا يلتحق بالتربص في تركيا وينهي السيسبانس يعني. الشبيبة في ثاني اختبار ودي امام شاختار الاوكراني، يعني راحين يديروا ثاني لقاء ودي شبيبة القبائل ضد شاختار الاوكراني. نتمنى ان شاء الله توفيق لشبيبة القبائل، وماذا بينا ان شاء الله اي جديد واي حصري على شبيبة القبائل راح نشاركوه معكم في هذا القناة جي اس كا اخبار تي في، القناة التي تأتيكم دائما بالحصري والجديد. ونحن يعني نحن في انتظار بقية الاسماء، لانه لم يبقى كثيرا على نهاية الميركاتو الشتوي، ما بقاش بزاف خاوتنا ويخلص الميركاتو الشتوي. نحن ننتظر في بقية الاسماء التي ستأتي الى شبيبة القبائل. نتمنى ان شاء الله تكون اسماء شويه ثقيله، اسماء تشرف شبيبه القبائل وتشرف فريق شبيبه القبائل وتقدم ان شاء الله اضافه ليها. احنا نتمنوا فقط، وماذا بينا تعطيونا ديما الاراء تاعكم في التعليقات، ما رايكم في هذه الاستخدامات وهل ستاتي بنتيجه ايجابيه ام سلبيه، ولايك الفيديو.